بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت أسرارها، فلك في الله غنى عن كل شيء، وليس يغنيك عنه أي شيء. لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت أسرارها، فلك في الله غنى عن كل شيء، وليس يغنيك عنه أي شيء. كلمة الواردات تكررت كثيرا في هذه الحكم، وقد شرحناها أكثر من مرة، ومع ذلك نعيد الشرح. المراد بالواردات ما يرد على قلب السالك، يعني المتجه إلى الله، الملتزم بأوامر الله، الذي يحاول أن يطهر قلبه من الشوائب والأدران، هذا اسمه سالك. المراد بالواردات ما يرد على قلب هذا السالك من خشوع أثناء الصلاة، من تأثر أثناء ذكر الله سبحانه وتعالى، من معنى ألهمه الله عز وجل إياه لآية من كتابه، أو لحقيقة من الحقائق الكونية هكذا فجأة بدون تعلم. هذه الأحوال اسمها واردات، خشوع، التجلي، ما يسمونه التجلي الذي يراه الإنسان في مجلس كهذا المجلس أثناء ذكر لله عز وجل، أو معاني وحقائق تنسكب في قلبه وعقله، هذا هو الوارد. سبق أن حذرنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في الحكمة التي قبل هذه، حذرنا من أن نركن إلى هذه الواردات رأسا، يعني أن نسر بها، أن نفرح بها في مجلس من المجالس. نعم، شعر أحد الجالسين بحالة من الخشية، بحال من رقة القلب انتابته، ففرح بهذه الحال، واعتقد أن هذا دليل من الأدلة القاطعة على أنه محبوب من الله عز وجل، أو ألهمه الله عز وجل حقيقة من الحقائق العلمية حاول أن يعرفها فلم يهتدي إليها، وبدون تعليم وبدون مراجع رأسا ألهمه الله إياها. لا تفرح بهذا التجلي، بهذا الخشوع، بهذا الوارد رأسا تعتبره دليلا على أنك قريب من الله، لا، وإنما العبرة بآثار هذا الوارد، نتائج هذا الوارد. إذا رأيت أنك تزداد تقربا إلى الله، وتزداد ابتعادا عن الأخلاق المرذولة السيئة، وإذا رأيت أن الدنيا كانت من قبل
محبوبة إليك وأصبحت شيئا فشيئا، بعيدة عن قلبك أصبحت تزهد بها، عندئذ ابتهش. أنت هنا لا تبتهج بهذه الواردات، وإنما تبتهج بنتائجها، فابتهج بنتائج الواردات ولا تبتهج بعين هذه الواردات. هذا كلام ذكره ابن عطاء الله في الأسبوع الماضي وشرحناه. اليوم يتحدث أيضا عن الواردات لكن بطريقة أخرى، يزيدنا الآن تشديدا. ماذا يقول؟ لا تطلبن بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت أسرارها. يعني حتى عندما تكون هذه التجليات التي شعرت بها في مجلس ذكر، في مجلس عبادة أو طاعة، حتى عندما تجد أن هذا الخشوع الذي انتابك في الصلاة، نعم، حتى عندما تجد آثار ذلك كما يقول ابن عطاء الله، نظرت فوجدت نفسك بعيدا عن الأخلاق المرذولة، تزداد قربا إلى الله، تزداد مراقبة لله، نعم، قلبك يزداد طهرا وابتعادا عن الحسد والضغائن. حتى مع هذه الحالة لا تركن إلى هذه الواردات ولا تطلب بقاءها، لا تطلب بقاءها. فلك في الله غنى عن كل شيء. طيب كيف؟ لماذا؟ حالة من الخشوع انتابتني في الصلاة، رقة قلب انتابتني وأنا أسمع كلام الله عز وجل يتلى، تجل رباني تجلى على هذا المجلس أثناء ذكر، أثناء إنشاد إرشاد ونحو ذلك. لماذا لا أطلب بقاء هذا الوارد؟ لاحظوا دقة كلام ابن عطاء الله، ولاحظوا يعني كلمة التصوف نحن نبتعد عنها، لكن أعود فأقول، لاحظوا التصوف الذي يدور حوله، تدور حوله هذا الحكم، عبارة عن مراقبة دقيقة جدا جدا للشريعة الإسلامية. هل أنا ملتزم بها؟ إذن مرحبا. أنا غير ملتزم بها، إذن ينبغي أن أعلم أنني على خطر. هذا هو لب الإسلام الذي إذا لم يتحل به الإنسان لا خير في قشوره الإسلامية التي يتظاهر بها أبدا. كيف؟ يقول لا تطلبن بقاء الواردات ولو بسطت أنوارها وأودعت فيك أسرارها، يعني ولو وجدت نتائجها وثمراتها في كيانك. لماذا؟ هذه الحالة، حالة الخشوع، حالة رقة القلب، حالة التجلي، هذا الإلهام الذي يلهمك الله إياه، غاية أم وسيلة؟ لا، وسيلة، وليس غاية بحد ذاتها، هي وسيلة إلى أن تصل إلى الله، إلى أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن لا تفرح بهذه الواردات لذاتها، افرح بها كسلم يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نضرب مثلا على هذا الذي يذكره لنا ابن عطاء الله. أنا عندما أدخل في الصلاة أحاول جاهدا أن أحقق أسباب الحضور، أسباب الخشية والخشوع، وهذا شيء جيد، يعني أبتعد، أبعد نظري عن الأشياء التي تشغلني، أصلي في مكان خال عن الشواغل، وإذا احتاج الأمر إلى أن أغمض عيني أغمض عيني،
وأحصر ذهني في الكلام الذي أقرأه من كتاب الله عز وجل من أجل أن أتخشع، وفعلا تنتابني حالة خشوع وحضور. هذا شيء جيد، لا شك أنه هذا شيء جيد. لكن لاحظوا، إذا انتابتني هذه الحالة وأنا في الصلاة، قلت في نفسي ما شاء الله، هذا دليل على أنني أنا يعني إنسان قريب من الله عز وجل، وأخذت أتكلف وأحاول جاهدا بكل الوسائل أن أستحضر هذه الحالة التي تمتعت بها. لاحظوا إلى ما آل حالي، أصبحت أتعامل مع هذا الوارد اللي هو الخشوع على أنه غاية وليس وسيلة. الآن أنا انشغلت بالخشوع عن الله، هذا شيء دقيق لكن يلفت ابن عطاء الله نظرنا إليه لخطورته. جاءتك هذه الحالة نعمة، جيد، ولكن لا تقف عندها ولا تهتم بها، ابق مع الله كما يقول ابن عطاء الله. أنت تقرأ كلام الله عز وجل، اجعل شعورك متجها إلى أنك تجلس في حضرة الله، وأن الله يراك ويسمع كلامك، وأنت عبده الذليل الحقير الواقف بين إيديه. حالة خشوع مرت بك يا مرحبا، لكن لا تجعل منها هاجس تعيش معه وتتصوره وتتأمله. هذا ما يقصد إليه ابن عطاء، وهذا كلام مهم جدا. يعني مرة أخرى أقول، هذه الواردات وسائط وأسباب ووسائل، وليست غايات بحد ذاتها. ما يحذر منه ابن عطاء الله أشبه ما يكون بالتالي: رجل جاءه ساعي البريد بهدية ثمينة من صديق له، من رئيس، من زيد من الناس، فاحتفل هذا الإنسان بساعي البريد احتفالا كبيرا، ولم يكتفي بأن رحب به ثم شيعه شاكرا له، لا، بل جلس إليه ونسي الهدية وأخذ يحصر كل ذهنه وحديثه وإقباله إلى ساعي البريد. يا أخي، ساعي البريد واسطة، جاءك بهذه الهدية، تشكر ساعي البريد وتشيعه وتكرمه أيضا، لكن لا تنسى أن ساعي البريد واسطة، تذكر الهدية. الخشوع مثل ساعي البريد، التجليات التي تنتاب الإنسان مثل ساعي البريد، الإلهام الذي يأتيك من قبل الله عز وجل في مسألة من المسائل ما كنت تعرفها وهديت إليها مثل ساعي البريد. ساعي البريد يشكر، نعم، لكن لا تجعل منه غاية يحجبك ساعي البريد عن الهدية التي يحملها إليك. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. الواقع، هل هذا الذي يحذرنا منه يعني أمر وارد الناس يقعون فيه؟ نعم، في عصره كان هذا شيء وارد لذلك يحذر منه، فما بالك بعصرنا نحن؟ في كثير من الأحيان، أولا الشيطان كما قلت لكم في الأسبوع الماضي له مداخل متنوعة وله حبائل شتى على حسب كل واحد. رجل شارد عن صراط الله عز وجل، غير ملتزم بشيء من أوامر الله، مسرف على نفسه، حبالة الشيطان لإغواء هذا الإنسان أن يدعوه إلى سهرة، أن يدعوه إلى لهو،
أن يدعوه إلى فاحشة، إلى شرب خمر، لكن رجل آخر ملتزم بأوامر الله، ذاق لذة السير على صراط الله والإقبال إلى الله عز وجل. هذا لا يفيده أن يوسوس إليه يروح على الملهى ويروح يشرب خمرة وكذا، ما يسمع له. لكن ماذا يصنع؟ هذا الإنسان يتعرض فعلا لهذه الواردات، يتعرض لساعة تجلي، يتعرض لساعة خشية، يتعرض لساعة رقة قلب، يتعرض لإلهام رباني هجم على ذهني وكياني. الشيطان يجعل من هذه الواردات حبالة لإغوائه، نعم يوجهه إلى هذه الواردات ويجعل منها هاجسا له. نعم نعم. فتجد أنه يقول له المجلس الفلاني هذا لازم تروح له وبس تعود وتقروا كذا وإلى آخره، بيصير في تجلي. نعم جيد، منروح لهنيك وبنعود وبنقرأ وبنسمع، بنسمع الإرشاد وربما بنسمع الإنشاد، يصير تجلي. إيه لكن الشيطان شو بيقول له؟ شايف التجلي هذا؟ الله شغلة كبيرة، معناتها هلا صار في روحانية النبي بالمجلس وكذا وإلى آخره. بيصير بقى عند مني هاجس انه هالتجلي وين بده يصير؟ لا الحقه، لا الحقه. هذا يحصل. نعم. فهذا التجلي كان عبارة عن شغلي امر بها ولا اقف عندها، لان هدفي ليس ان اركن الى هذه التجلي واطرب به، هدفي ان اكون مع الله، هدفي ان اكون مع الله. الشيطان ماذا صنع؟ حجبني عن الله بهذا التجلي، بهذا الأمر. نعم هذا مدخل خطير يستعمله الشيطان، لكن لا مع الغاوين، وإنما يستعمله مع مثلي. أنا قلت لكم أيها الإخوة لعلي أثناء شرحي للحكم، هذا العمل الذي أنا وظفني الله عز وجل فيه، وقفت عند حكمة لم أتبين معناها، وأذكر أنني عندما وصلنا إليها في الشرح في هذا المسجد أيضا لم أتبين معناها، وقلت لكم تعالوا نتجاوزها إلى التي من أنها فوق مستوانا. لكن عند التأليف كيف يعني بدي أقفز فوقها؟ وقفت عندها، وشاء الله عز وجل أن أدعى إلى القاهرة لمؤتمر آنذاك، فانتهزت فرصة يوم، زرت بعض الصالحين أحياء وأمواتا، وكان ممن زرتهم الشيخ ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، وجلست عند القبر وتلوت ما تيسر من كتاب الله عز وجل، ثم دعوت في سري وقلت يا رب أنت تعلم أنني توقفت عند هذه الحكمة ولم أدري الحقيقة المعنى السليم الذي يقصد إليه ابن عطاء الله، فأسألك أن تلهمني. وعدت بعد أن انتهى العمل، عدت إلى دمشق وعدت إلى أوراقي، شاء الله عز وجل أن يلهمني معنى هذه الحكمة من الصباح إلى المساء، أنهيت شرح هذه الحكمة. الشيطان هنا لا يتركني، لا بد أن يأتي فيقول لي أرأيت، أرأيت كيف أنك إنسان محبوب عند الله، أرأيت كيف أن الله خصك بهذه المعلومة، أنت لم تطل. أكيد في ناس من الذين شرحوا الحكم لم يفقهوها كما فقهت أنت، كتبت 10 صفحات في تفسيرها. عندما يوسوس إلي الشيطان بهذا، أنا في هذه الحالة أتعرض للهلاك. إذا وقفت عند هذا الوسواس واتخذت من هذا الواقع هاجس أطرب له وأنتشي به وكذا وأردده في نفسي، إذن أنا هلكت،
لأنه هذا هو العجب. أعطيت نفسي مقام وأعطيت نفسي شهادة كمان أنه أنا كذا 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 إلى آخره. لكن ابن عطاء الله رحمه الله شو بيعلمنا؟ أوعك، مو العبرة بالوارد، العبرة بالنتائج. شوف سلوكك مع الله كيف، شوف أخلاقك كيف، شوف مدى محبتك للدنيا كيف، هذا هو العبرة. كثيرا ما يكون الوارد واردا مهلكا بدلا من أن يكون مسعدا للإنسان، هي واحدة. ثانيا نيح، الحمد لله الوارد كانت من نتائجه يعني آثار إيجابية ولله الحمد. كمان إذا بدي أقعد أعزف اجعل من هذه الوارد معزوفة، دائما أقعد أتخيلها وكذا وأجعل منها غاية لنفسي، نفس النتيجة. مر عليها، لا توقف عندها، لا توقف عندها. احمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل على أن ألهمك وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عز وجل عليك كبيرا. وليزدد هذا الشعور دفعا لك إلى العبودية لله عز وجل. لازم تزداد بقى عبودية وتذلل لله سبحانه وتعالى. هذا ما يعني ابن عطاء الله، وهذا لب الإسلام وجوهر العبودية لله. نحن أيها الإخوة نعلم أن كثيرا من الناس صالحين يعني للمنحرفين يتداعون إلى مجالس، يتداعون نعم إلى مجالس من نوع معين للذكر، لقراءة، لنحو ذلك، وربما أيضا أشعل بخور وكذا. لماذا؟ ينتظرون التجلي، يجعلون من ذكر الله، من أنواع ذكر الله، من تسبيح أو من صلاة على النبي أو من قراءة شمائل النبي، يجعلون منه واسطة أنه يصير عندهم تجلي. جعلوا هذا ذكر خادما لحال التجلي. فأثناء هذا المجلس، أنا أصف واقع، أنا لا أتخيل، أصف واقع. ابن عطاء الله طبيب يعلم الأمراض الاجتماعية التي تنتاب الناس باسم الإسلام وباسم الدين. هني مع بعضهم البعض بيتسألوا صار التجلي ولا لسه؟ لا لسه. نعم، يزدادون ذكرا وربما يزيدون أيضا من البخور وما إلى ذلك. وفجأة يقولون فيما بينهم أنه الآن صار في تجلي. مو بس هيك، وربما تهامسوا فيما بينهم وحدث الواحد منهم صاحبه أن الشيخ عبد القادر جيلاني حضر، أو الشيخ رسلان دمشقي حضر ترى. إيه نعم. وربما صاح بعض منهم صيحة أو فعل أو كذا إلى آخره. شايفين هذا الواقع، ويطربون لأن هذا المجلس ويصبح هذا مقصدا من مقاصدهم. كيف في ناس بيروحوا بيسروا على طعام، على حلوى، على كذا، على أحاديث، كمان هذول بيجوا بيحضروا مشان هذا الغرض. هل هذا مقرب إلى الله؟ أبدا. هذا مثل الإنسان الذي يراوح في مكانه، نعم، وجد طريق مفروش بالرياحين، التفت يمين وشمال عجبته رائحة الرياحين، وقف بقى وصار يطلع بها الرياحين وشمشم هالرياحين. لك امشي، لك الطريق قدامك لسه، امشي. لا، ما عاد مشي. نعم، هذا غير بقى استهواء النفس. احدهم او بعض منهم، لا اقول احدهم، ماذا كانوا يصنعون؟ يبحثون عن الواردات في مثل هذه المجالس المتمثلة في استحضار ارواح الصالحين، مثل الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ محمد الدين بن عربي، فلان. لا يقفون عند هذا فقط، لا، بل أيضا يزعمون أنهم يسألون الواحد منهم عن رأيه بفلان من الناس المعاصرين في هذا العصر. والله بدنا نسأل الشيخ عبد القادر الجيلاني عن رأيه بالشيخ الفلاني، هذا منيح ولا مو منيح؟ بجنهار التاني يقول والله امبارح بالجلسة حضر،
الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الشيخ محي الدين بن عربي، سألنا قالوا أكل منه هذا، هذا ظاهره منيح لكن باطنه مو هيك. سألنا عن فلان والله قال هذا لا لا هذا كذا كذا. لاحظوا يعني اتخاذ هذه الواردات هاجس، هاجس للإنسان بقى. إلى ما ينتهي بالإنسان؟ ينتهي إلى معاصي. معقول أنه نجعل من هذه الواردات سبب غيبة؟ معقول لرجل من العلماء الربانيين من أمثال الشيخ عبد القادر الجيلاني أو شاه نقشبند أو الشيخ رسلان الدمشقي أو الشيخ محي الدين بن عربي رضي الله عنهم وقدس الله أرواحهم، معقول أنه واحد منهم يجي يكشف لي سر الباري عز وجل ما أماط اللثام عنه؟ قال له والله احكي لي عن فلان اللي الله ساتره بيستره في الدنيا، احكي لي احكي لي هذا منيح ولا مو منيح؟ معقول أنه هذا الرجل الصالح يكشف سترا أسدله الله عز وجل على هذا الإنسان؟ لا يمكن. طيب هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة الاستغراق في هذا الأمر. الخشوع نعم واسطة لا بد منها، ليس لا هي روح الصلاة، ليس للإنسان من صلاته إلا ما حضر منها، تمام. لكن حضورك في الصلاة ما ينبغي أن يكون شاغلا لك عن الصلاة، ما ينبغي أن يكون شاغلا لك عن الله. خشوعك ما ينبغي أن يتحول إلى هاجس دائما تعيشه، أنا متخشي صارت معي هي الحالة. وامبارح صليت، كثيرا ما يذكر لي بعض الشباب أنه أنا في بعض الأحيان وأنا بصلي بصير عندي خشوع، بعدين ما عاد صارت معي الحالة، شو بدي ساوي بحالي؟ شو لازم ساوي؟ شو لازم أعمل؟ هذه الحالة اتخذ منها غاية، اترك الموضوع لا تتكلم، بس حاول إذا دخلت في الصلاة أن لا تشغل نفسك بالدنيا، أن لا تشغل نفسك بتجارتك، أن لا تشغل نفسك بأهلك بزوجك بأولادك، كن مع الله انتهى الإشكال. إذا الخشوع راح الخشوع لا توقف عنده هذا الأمر. نعم. وكم أناس من أناس ضلوا في هذا الطريق، صار عنده منه هيك بعض حالات مرة مرتين ثلاثة، أجا صنف نفسه في الناس الأولياء الصالحين وإلى آخر ما هنالك، وربما دخل الشيطان وخيل له أشياء، ربما هو ماشي يشوف شبح، يشوف كذا، يسمع أصوات، مشان تكمل المصيبة في حياته. لا لا. الآن السؤال الذي يفرضونه، طيب كيف سبيل التخلص من الوقوف عند الواردات؟ نشكر الله عليها ولا نقف عندها، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك هو أن تبذل كل ما تملكه من جهد لكي تجعل هدفك وغايتك ومقصودك من الطاعات من العبادات من العلوم من الأذكار رضا الله، هذا هو السبيل. بذل كل ما تملك من جهد أن لا يكون لك هدف في حياتك إلا هدف واحد، ما هو؟ أن يكون الله راضيا عنك، حتى الجنة، أنا الجنة أحبها لماذا؟ لأنها دليل على رضا الله. أنا كلنا منحب دخول في الجنة لماذا؟ لأنها رسالة حب من الله. والله إذا الجنة كانت خالية عن الدليل على رضا الله وحب الله والله ما مطلوبة، فينبحر في يمي بالله. إذا ثبت أن هذه الجنة ليست دليلا على رضا الله وليست دليلا على محبة الله عز وجل لك، شو بتفيدك الجنة؟ لذة الجنة أن تحمل لك سطور محبة الله لك،
مهك؟ نعم. فإذا بذلت كل ما تملك في سبيل أن يكون الله راضيا عنك، الخشوع اللي بيصير معك، التجلي اللي بيصير، رقة القلب، المعاني التي تنسكب في قلبك، كل ذلك خدم وكل ذلك حشم لسيرك إلى الله، لبلوغك مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدواء. واحد يقول طيب وأنا كيف بدي أحصل على هذا الشيء؟ بالإكثار من ذكر الله، الإكثار من مراقبة الله. نعم. تذكر دائما عبوديتك لله، مملوكيتك لله، مالكية الله سبحانه وتعالى لك. تذكر هذا كله واستعن على ذلك بالإكثار من ذكره والإكثار من تلاوة كتابه بتدبر تصل إلى هذه الدرجة. التجارة الدنيوية أيها الإخوة أشكال، كثيرا ما تكون التجارة دنيوية لكن السلعة دين، السلعة قرآن، كتاب قرآن، سنة، مجلس وعظ مثل مجلسي، السلعة هي لكن الهدف شو هو بيكون؟ الدنيا. الآن ما في مين عم يطبع القرآن وبيتنافسوا بطباعة القرآن وبيتراكدوا وبيتسابقوا والكل يهدف إلى التجارة؟ أليس هذا موجودا؟ ألا تلاحظون ذلك؟ نعم. بينما السلعة ما هي؟ كتاب الله. وهكذا. فليس المهم السلعة، المهم القصد، المهم القصد. أنا ليس المهم أن أجلس هذا المجلس، قد يكون جلوسي في هذا المجلس تجارة أهم من تجارة الناس اللي بيتاجروا بالسلع، بيتاجروا بالبضاعة، بيتاجروا بالقماش، بيتاجروا بالخيط. لا، بجوز أنا هذه التجارة تعطيني مردود أكثر. لا، ليس المهم السلعة، المهم ما وراء السلعة. ماذا تقصد من عملك؟ فأنا إذا جعلت من مظاهر الخشوع، مظاهر البكاء، رقة القلب، الإلهامات التي تأتيني هالة لكي يمدحني الناس بها، هاجس لكي أطرب منه، هكذا فأنا أعانق الدنيا. وهذا دليل أنني غافل عن الله، لا أبتغي مرضات الله. لكن لو كان هدفي أن أنال رضا الله وبس خلاص، الوارد جاءني أفرح به لأنني أقول ربما كان هذا دليلا على أن الله راض عني. لكن مع ذلك بيجوز يكون استدراج، بدي أرجع لنفسي، بدي أرجع أفحص سلوكي وحالي مع الله سبحانه وتعالى. يقولون إن الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى، وأنتم تعلمون القصة، وهنالك من يقول هذه القصة لا أصل لها، كنت لم أجد ثبتا لها لكن وجدت أكثر من ثبت لها، أنه عندما زار المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف بين يديه وأنشد هذين البيتين: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قالوا فخرجت يد من داخل المقام، نعم، وقبلها شيخ أحمد الرفاعي. شيخ أحمد الرفاعي ترجمته معروفة ولا يشك بولايته أحد. طيب هذا وارد، لكن شو سوى هذا الرجل؟ وضع خده على الأرض على عتبة الحرم النبوي وأصر إلا أن يمر الناس بأقدامهم فوق رأسه وهو واضع خده على عتبة الحرم، خوفا من هذا الذي يحذرنا منه ابن عطاء الله. حتى الشيطان ما يركبه إلا لك شو هذا؟ شو هذا؟ إثبات التابعين والصحابة وأنت هنيئا لك شو كذا إلى آخره. نعم، جاوزها
نعم هكذا ينبغي أن يكون حد. طيب كيف يعمل هيك؟ لأنه شو بده؟ شو بده من الكلام؟ بده رضا الله، محبته لسيدنا رسول الله، لذات رسول الله، لا، لينال بحبه قربا من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ابتعدت عنهم مكائد الشيطان كلها بكل أنواعها، وأن يجعلنا ممن اصطبغ بهذه النصائح الغالية التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا ما علمنا منها وما لم نعلم، لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد أن جمعتنا في هذا المكان على هذا العمل الذي نرجو أن يكون من الأعمال التي ترضيك، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء، فإن عافيتك أوسع لنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت فاستجب دعاءنا كما وعدت يا رب العالمين. نحن ضعفاء يا رب العالمين، ننتظر الفرج القريب، ننتظر الفرج القريب الذي يزيد إيمان المؤمنين رسوخا، والذي يطرد الشكوك والريب من قلوب الشباب الذين ينتظرون فرجك، ينتظرون نصرك يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنزل عليهم صاعقة من صواعق وقتك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك بسر قولك، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور؟ هؤلاء الكفار أعتى ممن أهلكتهم يا ذا الجلال والإكرام، هؤلاء الكفار أعتى من فرعون وقومه، أعتى من لوط وقومه. فأسألك يا رب العالمين، يا من أخذ آل فرعون أخذ عزيز مقتدر.